مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. في فيديو اليوم راح افرجيكم طريقتين كيف نستخدم اللفت اوفرز او بواقي الاكل اللي ضلت في الثلاجه وما بدنا اياها تخسر. اذا هي اول مره لكم تيجوا فيها على قناتي، بتمنى انكم تشتركوا في القناه، تعطيني لايك اذا عجبكم المحتوى، وتشاركوا القناه مع اكثر عدد من الناس اللي انتم بتعرفوه. وكمان اذا كنتوا جداد على القناه وما بتعرفوا، انا هلا قاعده بعمل الصيام المتقطع، والصيام المتقطع كمان نقصته لوجبه واحده في اليوم. فاليوم هو يوم السبت، وهذا اليوم اللي انا بروح بعمل بشتري كل الاشياء اللي لازماني للاكلات اللي بعملها. خليني افرجيكم، بدل ما يطول الفيديو هذا كثير، خليني افرجيكم كيف يعني عملت اكلتين من الاشياء الموجودة عندي في الثلاجة. بالطريقة هاي بتحفظ الاكل، وبكون يعني اعداد الاكل الجديد ما بياخد منك وقت طويل، لانه معظم الاكل هو يعني مستوي. يلا تفضلوا معي على المطبخ وخليني افرجيكم الاكلات اللي راح اعملها. وهون عملت دجاج وشريم، وهون عملت نوعين خضار مختلفين، وهذا الرز الابيض اللي عملته ما كفى تبر وير واحد، حطيته في 2 تبر ويرز، وهون اسبارجس للستيك اللحمه المفرومه. وهي شوفوا، عملت اكلتين من بواقي الخضار والاكل اللي موجود في الثلاجه على طول في وقفه واحده، وكله سهل وحلو وطعم حلو وما بياخد وقت طويل ابدا. شوفوا يا بنات، رح اعلمكم طريقه كتير حلوه واقتصاديه، وعشان ما نكب الاكل ونخسر الاكل، يعني المواد هاي كلها حلوه وبنتعب فيها واحنا نجهزها. انتوا بتعرفوا كيف انا بجهز وجباتي، انه بحط اللحوم في صينية والخضار بحطها في الصينية وبشويهم كلهم في الفرن، لكن احيانا بيزيد عندي شوية خضار وشوية دجاج. فدايما هاي روحوا خدوها وقطعوها قطع صغيرة، وياريت يكون عندك دايما الصاص تبع المكرونات والصوص تبع البيتزا جاهز عندك في البانتري. هاي من الاشياء اللي ما تنقص من عندك ابدا. واسلقي مكرونه وحطي عليها تشكيله الخضار هاي، لانها طعمها ومبهره وطعمها كتير حلو. زديها عليها ودخليها في فرن مع على وجهها شوية جبنة، وبتطلع طبق حلو كتير لأولادك، مفيد صحي. أفرجيكم إيش أنا الخضار اللي عندي. شوفوا عندي هون قطع جاج، رح أقطعها قطع أصغر من هيك. وعندي في التبر وير هذا بطاطا وكوسة شويتهم في الفرن مع بصل مكرمل. وفي التبر وير هذا عندي جزر وبروكلي وفليفلة حلوة مع بصل مكرمل كمان. وفي التبر وير هذا عندي شوية اسبارجس. كله هذا رح أقطعه قطع صغيرة هيك، كله حجم متساوي. وأسلق المكرونة، هاي عندي كيسين مكرونة، في كل واحد فيهم شوية صغيرة هيك، رح أسلقهم كلهم في مي وملح، وبعدين أحط عليهم علبة المرتبان الصاص. شايفين الخضار هون كلها قطعتها قطع صغيرة متساوية، هي والجاج. وهون هيني بسلق المكرونة. المكرونة خلصت استوت، خليت شوي صغيرة من المية السلق تاعتها، وضفت عليها الخضار، وهلأ بدي أضيف عليها الصلصة، وهلأ بدي أضيف عليها الصوص كلها. هيها فردتها في صينية الفرن، هاي الصينية بتدخل الفرن، فردتها طبقة واحدة، وهلأ بدي أرش على وجهها جبنة موتزاريلا وأدخلها الفرن شوي صغيرة بس. حطيت عليها جبنة موتزاريلا وراح أدخلها الفرن لمدة يعني ممكن 15 دقيقة على 350 فهرنهايت. هون كان عندي في الثلاجة نص كيس سبانخ، ونص حبة بصل أحمر، ونص حبة بندورة، كنا عاملين باربيكيو امبارح، وهاي الأشياء زادت عندي. فعشان ما تضلها هيك وتخرب، قطعتهم كلهم قطع صغيرة
دعكت البصل بسماء وفلفل أبيض وشوية ملح، وحطيت عليه زيت زيتون، قطعت السبانخ والبندورة قطع صغيرة، وكانت عندي عجينة البيتزا، العلبة هاي عجينة البيتزا، فتحتها وفردتها وحطيت الخلطة على العجينة كلها، العجينة شكلها مستطيل هيك، ولفيت العجينة هاي بالخلطة السبانخ اللي جواها مثل لفة السويس رول، وحطيتها في الفرن وخبزتها. لما تبرد هلأ بقطعها مثل الحلقات وبقدمها مع لبن، لبن عادي يعني. وهاي هي، أنا ما بحب أقعد أعمل فطاير سبانخ المثلثات، وهاي كتير بتاخد مني وقت، وهون الطعم هو هو والشكل شكل مختلف يعني، ما بدايقني، بالعكس شكل حلو. وعملت فطاير سبانخ بطريقة مختصرة جدا، لكن الطعم موجود 100%. هاي طلعت المكرونة من الفرن، شوفوا يا بنات كيف، هاي بواقي الأكل أو اللفت أوفرز اللي عنا في الثلاجة، عملت أكلتين سريعين وطعمهم طيب، وكأنهم أكلات عملوا من البداية، وهم لأ ما أخذوا معي وقت بالمرة، ما توسخ المطبخ، ما طلع عندي جلي كتير من وراهم، وهي أكلتين يعني بيقضونا يمكن شو يومين ثلاثة. صينية مكرونة بالدجاج والخضار في الفرن، وهي مثل اللفة السويس رول محشية بالسبانخ والبصل والبندورة مثل فطاير السبانخ، بس لفة طويلة هيك. وهذا كان كل اشي عندي يا بنات اليوم، بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم واستفدتوا، اهم شيء استفدتوا، ويعني الشطارة وست البيت الذكية الاقتصادية هي اللي ما بتخلي اكل، خصوصا الاكل يا بنات، ما تكبوا ما تضيعوا، حاولوا تستخدموا كل الاكل اللي عندكم. يعني انا اكثر اشي ما بحبه انه اكب اكل، فهاي طريقة حلوة انه تعيدي، زي ما بنعيد تدوير اشياء بنعملها في البيت، كمان ليش ما نعيد تدوير الاكل، اذا صح التعبير هذا، هو مش اعادة تدوير، هو اعادة creating، يعني اعادة ما بعرف، هو يعني إعادة اختراع الأكل ما بعرف كيف رح أقولها بالعربي. بس هذا كان كل إشي عندي لليوم يا بنات، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، قضيتوا وقت حلو معي، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وأبدا أحلى وأمتع الأوقات.